كابتن بنبارك لك النهارده طبعا على اختيارك رجل المباراه، وكلمنا بقى عن انطباعك عن مباراه النهارده، خصوصا النادي المصري كانت مباراه وان سايد جيم، مباراه من جانب واحد. بنحمد ربنا طبعا، عملنا اداء كبير النهارده. بشكر اللعبه كلها، رجاله، بشكر الكابتن، بشكر الجهاز الفني، بشكر الجمهور اللي جه سندنا، بشكر مجلس الرياضه، بشكر كل الناس. يعني النهارده الفوز كان قريب مننا جدا، ضيعنا كتير جدا، بس ده التوفيق، ربنا مش رايد. الحاجه اللي تبقى في ايدينا، اللي تعودنا عليها، ان احنا نقاتل في ال 90 دقيقه، والنتيجه دي بتاعت ربنا. النهارده اللعبه كانت رجاله، ان شاء الله اللي جاي احسن للنادي. فرقه كبيره ولعبه كبيره وجهاز فني كبير، ان شاء الله كل اللي جاي خير باذن الله ان شاء الله. كابتن، يعني شفنا النهارده الاداء في المباراه كان يعني مختلف تماما عن مباراه سيراميكا كليوباترا، عايزين نتعرف من حضرتك على السبب، وانتوا كلاعيبه قلتوا لبعض ايه بعد الهزيمه من سيراميكا بثلاث اهداف؟ لا ده طبيعي، الماتش اللي فات هي الناس تشوف النتيجه بره، نقول ان احنا كنا وحشين، لكن احنا ضيعنا كتير الماتش اللي فات. كان اول ماتش طبيعي، لعبة جديده على لعبة قديمه، بندخل في بننسجم. النهارده طبعا كنا احسن بكتير، النهارده كان فرقه كبيره في الملعب، بنلعب فريق كبير، فريق يعني تاني دوري الموسم اللي فات. النهارده الماتش كان بتاعنا من اول دقيقه لاخر دقيقه، الفرقه كانت عايزه، بس الحمد لله هو ده قدر، هي دي الكوره، يعني مالناش نصيب ان احنا نكسب، ضيعنا كتير بس هي دي النتيجه، بس احنا بنتحاسب على الاداء. يعني الحمد لله كلها كانت رجاله، الحمد لله. شفنا الاستقبال الجماهير ليك قبل المباراه وبعد المباراه، كان احتفاء اكثر من رائع بادائك. انت تحب توجه رسالتك ايه للجمهور النهارده بعد الاستقبال الجميل دوت؟ بقول للجمهور شكرا يعني على ثقتهم في الثقه بتاعتكم فيا، ان شاء الله اللي جاي احسن للنادي، خليكم في ظهرنا ودايما ايجابيين مع بعض، وان شاء الله نقدر نحقق الهدف اللي احنا بنسعى ليه، وخليكم في ظهرنا ان شاء الله باذن الله.